مساء الخير مشاهدي العربية، وأهلا بكم إلى العالم الليلة. أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا، والبداية مع العناوين. مكتب رئيسي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لسقوط مروحية الرئيس، الظروف كانت طبيعية قبل أن نسقط في الوادي. Today, Ireland, Norway, and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. اعترافات أوروبية بدولة فلسطين تغضب إسرائيل. جالانت يلغي قانون فك الارتباط، وسموتريتش يقطع أموال السلطة. Have adapted to meet every single challenge. لكن يقول إن الاتفاقيات مع السعودية ستنجز قريبا، لكن نجاحها يشترط طريقا واحدا نحو دولة فلسطين. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of. في مفاجأة سياسية، ريشي سوناك يحدد يوم الرابع من يوليو موعدا لإجراء انتخابات عامة في بريطانيا. ترامب يقبل التبرعات بالعملات الرقمية ويتعهد بإنهاء أعداء بلاده في هذا القطاع في حال إعادة انتخابه. وفي الساعة الثانية من العالم الليلة ملفات أخرى أبرزها: أوكرانيا تشعل حرب تصريحات نووية، موسكو تهدد باريس برد يتعدى حدود السياسة إذا ما أرسلت فرنسا جنودا لدعم كييف. وفي السودان الفاشر تحت القصف، النيران والحرائق سلاح المعارك الدائرة في حرب دخلت عامها الثاني بتصعيد وتيرة القتال. وفي خارج الصندوق بعد قليل، ومع فتح ملف خلافة خامنئي، سيناريوهات جديدة تطرح حول طبيعة السلطة وطبيعة هذا الانتخاب. هل يمكن أن يكون هناك تقاسم للسلطة ومجلس لقيادة البلاد مع اختلاط السلطات السياسية والدينية في إيران؟ ولدينا أيضا اشتباك عنيف ما بين القاهرة وتل أبيب بعد اتهامات من إسرائيل لمصر بتغيير مذكرة أو اتفاق وقف إطلاق النار، ومصر ترد. هناك محاولات دائمة لتشويه دور الوسطاء. مواجهة إسرائيلية مصرية في خارج الصندوق. مساء الخير مشاهدي العربية، وأهلا بكم إلى الساعة الأولى من العالم الليلة معي ليا الاختيار. أبدأها من تفاصيل جديدة تتوالى وتكشف المزيد عن اللحظات الأخيرة للرحلة الأخيرة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي أدت لمصرعه هو ومرافقيه، وبينهم طبعا وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان. التفاصيل مشاهدينا كشف مدير مكتب رئيسي الغلام حسين إسماعيلي، الذي كان على متن إحدى المروحيات المرافقة للرئيس، قائلا بأن الطقس كان صافيا عند أقلاع المروحيات الثلاث. وأوضح إسماعيلي في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني بأن مروحية الرئيس اختفت فجأة وسط كتلة سحابية، ولم يتمكنوا من الاتصال بها عبر الراديو، مما أدى إلى الهبوط الاضطراري في منجم نحاس قريب، بينما كانت المروحية سقطت في غابات منطقة ورزقان القريبة من تبريز، التي كانت نقطة التوجه لرئيسي ومرافقه. دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید. من ضمن التفاصيل المثيرة التي كشف مدير مكتب رئيسي بأن الأجواء قبل الإقلاع كانت طبيعية وعادية إلى حين ظهور سحب كثيفة، وبعد 30 ثانية من مواصلة المسار فوق السحب خرجت المروحيات الأولى والثالثة من الكتلة. لكن مشاهدينا، اللافت بأن المروحية الثانية التي كانت في الوسط والتي تقل الرئيس والوفد المرافق لم تظهر. وقال إسماعيلي هنا بأن لا أحد على متن الطائرة استجاب للمكالمات المتكررة على هاتف الطيار، أي كابتن المروحية التي كانت تقل الرئيس، إلى أن رد شخص
وكان هذا الشخص إمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي الهاشم الذي رأينا صورته مع الرئيس الإيراني على المروحية ضمن الصور المسربة، وقال بأنه سقط في الوادي لكنه لم يذكر بهذه المكالمة ما حدث. وعندما اتصلت مرة أخرى قال الهاشم بأنني لست بخير ولا أعرف ما حدث، كما لا أعرف أين أنا، أنا تحت الأشجار ولا أرى أحداً فأنا وحدي. هذا ما قاله بالاتصال كما ذكر. ثم أعطى مواصفات الغابة والأشجار، عندها اتضح للمروحيات المرافقة أي المروحيتين مع الرئيس بأن المروحية التي تقل الرئيس ومرافقيه تعرضت لحادث سقوط. سألت عبر الهاتف أين أنت؟ قال لا أعلم، مضيفا أنه كان تحت الأشجار ولا يوجد أحد حوله، وأعطانا أيضا خصائص الغابة والأشجار، فاتضح لنا على الفور أن مروحية الرئيس تعرضت لحادث، وحددنا مهمتنا بغية الوصول إلى موقع الحادث في أسرع وقت ممكن حتى إذا كانت هناك حاجة للإنقاذ نقوم بذلك. لقد تحدثت معه 3 أو 4 مرات، وكان زملاؤنا الآخرون أيضا على اتصال متكرر به حتى بعد 3 أو 4 ساعات من وقوع الحادث. مصرع الرئيس الإيراني أعاد مشاهدين خلط أوراق خلافة المرشد الأعلى علي خامنئي، خاصة بأن مجلس خبراء القيادة يتولى تعيين المرشد الأعلى في هذا المنصب مدى الحياة ليتخذ القرارات بشأن جميع القضايا الحاسمة بما في ذلك السياسة الخارجية للبلاد. إذن تتحول الأنظار الآن إلى نجل المرشد مجتبى خامنئي، رجل الظل الذي يتمتع بنفوذ كبير. ويقول علي فتح الله نجاد مدير مركز أبحاث الشرق الأوسط والنظام العالمي بأن خامنئي منذ فترة طويلة يسعى لتعيين ابنه خلفا له، حتى لو أن فكرة توارث الحكم غير محبذة داخل النظام الإيراني. إذن مشاهدينا، إيران تمر حاليا بمرحلة مفصلية وحاسمة، وهي الأهم منذ عام 1979 أي منذ أن قامت الثورة وتوليهم الحكم. فالمرشد الإيراني خامنئي بلغ 84 من عمره، وبالتأكيد ثم الترتيبات للمشهد من بعد روان. ما هي هذه الترتيبات وماذا يعني ما مصير هذه الخلافة؟ ليال هناك سيناريوهات عديدة لخلافته، مع توقعات بإحلال الجيل الثاني محل الجيل الأول في الثورة، ولن تنحصر التغييرات في سدة هرم الحكم في إيران، بل ربما تمتد لتشمل جوانب دينية اجتماعية واقتصادية. اختيار المرشد الأعلى الإيراني يتم وفق شروط نص عليها الدستور وتعرفتها النخبة الحوزية والسياسية الإيرانية، خاصة وأنه منصب حساس. نظم الدستور الإيراني عملية الاختيار وأشار إلى الصفات المؤهلة الواجب توافرها في المرشد الأعلى، فهي الكفاءة العلمية اللازمة للإفتاء والرؤية السياسية. منح الدستور الإيراني المرشد ولاية مطلقة بلا استثناء، فهو من يرسم السياسات العامة وله القيادة العامة للقوات المسلحة وإعلان الحرب والسلم وتنصيب وعزل أعضاء مجلس صيانة الدستور ومسؤولي السلطة القضائية، إضافة إلى القائد العام للحرس الثوري وجميع القيادات العليا للقوات المسلحة. كما يمنحه الدستور كذلك توقيع مرسوم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه وعزل رئيس الجمهورية، إضافة لتدخله المباشر في الأمور الدينية. بينما إذا فقد المرشد الصفات اللازمة أو عجز عن تأدية واجباته، فمن حق مجلس الخبراء عزله عن منصبه وتعيين القائد الجديد بأسرع وقت. وإلى أن يتم الاختيار يتم تشكيل مجلس شورى يتولى المسؤوليات مؤقتاً. إذن مشاهدينا، ثمة عدد من المؤسسات الفاعلة في المشهد السياسي والديني الإيراني سيكون لها دور في اختيار المرشد الإيراني القادم، حتى ولو لم ينص الدستور على دور هؤلاء صراحة. فوفق المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، منها مجلس الخبراء حسب الدستور، مهمة تعيين أو عزل المرشد، وقد قام سابقا بعزل آية الله منتظري من منصب نيابة الخميني، وعين حجة الإسلام علي خامنئي بديلا منه، وكذلك قام بعد وفاة الخميني بانتخاب خامنئي لمنصب المرشد. أما مجلس صيانة الدستور يختار المرشد أعضاؤه، ويمكن اعتباره متحكم بهيكل العلاقات السياسية ومن خلال قدرته على منع شخصيات سياسية أو تيارات حتى من الانتخابات عبر رفض طلبات الترشح. ما إن أفل نجم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد مصرعه في حادثة المروحية، حتى سطع نجم اسم جديد في إيران
إنه مجتبى خامنئي، ثاني الأبناء الستة للمرشد الأعلى علي خامنئي. خرج من الظل فجأة ليتصدر اسمه وصورته كبرى الصحف العالمية، مرشحاً لخلافة أبيه كمرشد أعلى للبلاد بعد مقتل أبرز المنافسين على هذا المنصب وهو إبراهيم رئيسي. ومجتبى خامنئي 55 عاماً يوصف بأنه محافظ متشدد، نشأ في النخبة الدينية والسياسية في إيران، لديه علاقات وثيقة داخل الحرس الثوري، ويعتقد أنه يلعب دوراً حاسماً في إدارة مكتب والده. إن خامنئي كان ضد فكرة تأييد تولي ابنه منصب المرشد الأعلى، لأن ذلك قد يرقى إلى مستوى القيادة الوراثية، الأمر الذي سيجعله يواجه رد فعل عنيفاً. يقوم مجتبى خامنئي بالتدريس في أكبر مدرسة دينية في إيران في مدينة قم. بعض الزعماء الدينيين شككوا في مؤهلاته السياسية ومرتبته داخل التسلسل الهرمي الديني الشيعي، وهو الأمر الذي اعتبر منذ فترة طويلة ضرورياً لتولي دور المرشد الأعلى. قد يؤدي تعيين مجتبى خامنئي كمرشد أعلى إلى إثارة اضطرابات شعبية، افتقاره إلى الشرعية والشعبية يعني أنه سيعتمد بشكل كامل على الحرس الثوري للحفاظ على النظام، وقد يؤدي ذلك إلى تسريع انتقال النظام إلى الحكم العسكري أو احتمالية انهياره. وكان قد نقل عن خامنئي رفضه لتولي نجله منصب المرشد الأعلى باعتبار أن الأمر يناقض المبدأ الأساسي للجمهورية. معنا مشاهدينا في الاستوديو الكاتب والباحث الصحفي حسن مصطفى، أهلا وسهلا بك. يعني اليوم منذ مصرع رئيسي كل الحديث عن خلافة المرشد، طبعا الحديث عن مجتبى خامنئي عاد للواجهة مجددا، ولكن ألمح المرشد منذ فترة بتصريح أخير بأنه لا يريد أي أحد من عائلته، وبالتالي عاد موضوع التوريث. هناك إرث الذي تأثر فيه خامنئي وهو إرث الخميني بعدم توريث أي أحد من العائلة، هل ممكن أن يعني يتخطى هذا الموضوع بالمرحلة المقبلة أم أنه محسوم لمصلحة لا مجتبى بالفترة المقبلة؟ أنا نظرتي الخاصة أن مجتبى لن يستطيع أن يكون وليا للفقيه من بعد والده. اللي نرجع للتاريخ قليلا، كان السيد محسن الحكيم هو الإمام المطلق والمرجع الشيعي الأكبر في زمانه في العراق، والحكيم كان مرجعية دينية وله كذلك بعض الأنشطة السياسية، ومع هذا عندما توفي وكان لديه الكثير من الأبناء وعدد منهم على قدر كبير من الفقاهة ومنهم السيد يوسف الحكيم، وأتت العشائر العراقية بعضها إلى السيد يوسف الحكيم وطلبوا منه أن يتولى المنصب خلفا لأبيه، رفض السيد يوسف الحكيم ولم يتولى المنصب. لماذا؟ لأن العرف في الحوزات العلمية الشيعية سواء في النجف أو في قم يرفض هذه العملية. هذه مسألة. المسألة الأخرى، خامنئي مهما كان يثق في ابنه ومهما كان يرى في ابنه الكثير من الإمكانيات، هو يعي أن هذه المسألة مرفوضة شعبيا ولا تحظى بتأييد من الفقهاء، وخامنئي عينه على حفظ النظام وليست عينه على توريث ابنه، خصوصا بأن النظام الإيراني هو صح ليس النظام هو يعني ليس ديمقراطي ولكن ليس ديكتاتوري وهو مؤسساتي، وبالتالي هناك تدرج. رئيسي خضع لتجارب عدة، خاض يعني من مجمع تشخيص العلماء القائد، يعني هي صلاحيات المرشد التي ستكون منوطة بأي مرشد مقبل، ولكن رئيسي المرشح الوحيد الذي خاض مناصب عدة خاض قبله أيضا خامنئي، وبالتالي هل هناك أي شخصية أخرى لديها كل هذه الخبرة وجربت يعني ولديها الولاء التام للنظام؟ أنا أعتقد الآن أي اسم سوف يطرح سوف يحترق، وبالتالي هنالك تكتم شديد على جميع الأسماء الممكنة. ربما يظهر اسم بعد فترة بعد رحيل خامنئي، وهذا الاسم حين ظهوره مثل ما حصل مع خامنئي ذاته عندما توفي الخميني لم يكن من الأسماء المطروحة، والذي اشتغل على إبراز الخامنئي ودفعه نحو الواجهة ثلاثة أشخاص رئيسيين: الرئيس الراحل هاشم رفسنجاني، وأحمد الخميني نجل مؤسس الثورة، وآية الله فاضل لنكراني وهو أحد مراجع الدين الكبار في قم. وفاضل لنكراني أعطى خامنئي ما يشبه الشرعية الفقهية عندما أشار إليه بأنه فقيه ومجتهد، وأحمد الخميني أعطاه الشرعية من داخل الأسرة عندما أشار
أشار إلى أن والده قال في إحدى المناسبات أن خامنئي جدير بالقيادة، فيما رفسنجاني ساهم في عمل اللي أسميها لوبيات وتكتلات دعمت ترشيح خامنئي. في تلك الفترة كان خامنئي من المؤيدين لنظرية مجلس القيادة وليس لنظرية المرشد الفرد، وهنا تكمن المفارقة. ولكن اليوم حتى الحديث عن مجلس القيادة هو غير دقيق، لأن الدستور الإيراني الذي يعني بالنص يحدد فرد وليس مجلس. سأعود للحديث عن هذا الموضوع، لكن اسمح لي أن أذكر بأنه مجلس خبراء القيادة في إيران حذف قبل نصف عام إبراهيم رئيسي من قائمة المرشحين لخلافة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. رويترز استندت بذلك على مصدرين مقربين أفادا بأن مجلس القيادة اتخذ قراره بسبب تراجع شعبية رئيسي وتدهور الوضع الاقتصادي خلال فترة الرئاسية. طبعا المرشد كان يعول على الاتفاق الذي كان يعني سيصيغه رئيسي مع الغرب وعلى أدائه الاقتصادي، ولكن لماذا لا يحسم المرشد هذا يعني الخلاف ويعين خليفة له كما كان بعهد الخميني حتى ولو تم خلعه قبل 4 أشهر؟ لأنه لا يريد أن تتكرر ذات التجربة التي كررت مع منتظري. منتظري كان فقيها كبيرا وكان عالما وكان أستاذا في الحوزة العلمية وكان مرجعا مشهودا له بالفقاهة من مؤيديه ومن مخالفيه. لا يوجد الآن من هو بهذه المواصفات، وبالتالي هنالك فراغ. حتى خامنئي عندما أتى إلى المنصب لم يكن بالمواصفات الفقهية التي لدى منتظري. بالنسبة لإبراهيم رئيسي، هنالك وجهة نظر طرحتها الكاتبة الإيرانية كميليا انتخاب فرد، وهي أن رئيسي لم يكن مهيئا لكي يكون الولي الفقيه، ولكن كان أشبه بالجسر الذي يقود إلى مرحلة يهيئ فيها إلى مرشد يأتي من بعد خامنئي. لأن هنالك في الدستور الإيراني عندما يتوفى المرشد أو يصيبه عجز أو يصيبه مرض، ممكن تعيين شخص بشكل مؤقت، ممكن تعيين شخص بشكل مؤقت ولكن يكون ضمن لجنة. هذه اللجنة يكون فيها رئيس الجمهورية ويكون فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى ويكون فيها عضو من هيئة صيانة الدستور. الآن أعتقد المسألة سوف يلفها الكثير من الغموض، لكن هنالك أسماء سوف يجري تداولها في دوائر ضيقة جدا. هذه الأسماء هي من سوف تكون في المستقبل أحدها يختار ربما للمنصب، ولديها مواصفات فقهية معينة وأيضا ولائية معينة وسياسية. شكرا لك الكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى. شكرا لك. في خضم الحرب والقصف والدمار الذي اجتاح غزة بارقة أمل تطل من أوروبا للفلسطينيين باعتراف 3 دول بدولة فلسطين. قرار تاريخي كما وصفته هذه الدول من شأنه أن يفتح الباب أمام استمرار عمليات الاعتراف التي قد تكون أداة ضغط لمنع فلسطين من عضوية أو لمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. اعتراف ثلاثي مشاهدينا يرفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 147 دولة من أصل 193 مقابل 165 دولة تعترف بإسرائيل. على أي حال، فإن اعتراف الدول الثلاثة وتوقيته من شأنه أن يدعم القضية الفلسطينية، فهو يشكل طبعا دعم قوي لمكانة فلسطين القانونية على الساحة الدولية بحسب كل الآراء التي تابعت هذا الإعلان، كما يشكل لحنان حافزا قويا لدول أوروبية أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، سيما بظل الحراك الشعبي الذي تعرفه هذه الدول والضغط الشعبي الذي يقوم به الشارع. ويعد أيضا ليال خطوة ضاغطة لإنهاء الحرب المتواصلة على قطاع غزة. زيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين لا يضمن لها الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بدل صفة الدولة المراقبة غير العضو التي تمتع بها منذ عام 2012. فالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة لابد أن تمر عبر موافقة مجلس الأمن، وبموجب المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة فإن الأخيرة لا تصوت على قبول دولة عضو بالمنظمة إلا بعد توصية من مجلس الأمن. ويشترط في توصية مجلس الأمن أن تحظى بإجماع الدول الخمس دائمة العضوية. وهنا يبرز كابوس الفيتو الأمريكي الذي استخدمته واشنطن شهر أبريل الماضي ضد مشروع قرار بهذا الشأن. وإذا طرح هذا الإجراء مرة أخرى للتصويت في المجلس، فسيواجه على الأرجح
المصير نفسه، لكن كل ذلك يصطدم بغضب إسرائيلي دفعها لإلغاء ما يسمى قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية. إسرائيل ترد على قرار الاعتراف الثلاثي بإلغاء قانون فك الارتباط المعروف عربيا باسم قانون الانسحاب. فك الارتباط مصطلح سياسي يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال، لكن بالنسبة لإسرائيل لم يكن هذا القرار يعني الاعتراف بالحدود، فهي خطة أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون سنة 2005، وأخلت بموجبها معسكرات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في قطاع غزة ومستوطنات غنيم وكاديم وحمش وصنور شمالي الضفة الغربية إضافة إلى نابلس، ونقل المستوطنون من هناك في عكا ويافا ثم اللد والرملة، حيث تم إخلاء الكثير من الأحياء لتوطينهم فيها. إسرائيل ورغم هذا القرار فإنها تشبثت بأن الضفة الغربية وغزة أراض إسرائيلية، وبررت قرارها حينها بطبيعة الوضع الديمغرافي لهذه المناطق التي تقطنها أغلبية فلسطينية، فضلا عن رغبة الحكومة في تخفيف الاحتكاك مع الفلسطينيين. كما حاولت إسرائيل حينها التخفيف من الضغوط الدولية التي كانت تطالبها بالانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، وسيسمح قانون إلغاء فك الارتباط في شمالي الضفة بعودة المستوطنين إلى هذه المناطق التي تم الانسحاب منها. أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، وأكد بيان الخارجية السعودية بأن قرارات الاعتراف بفلسطين تؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ودعت السعودية بقية دول العالم إلى الإسراع بقرار الاعتراف بدولة فلسطين. معنا مشاهدينا عبر الهاتف من بروكسل المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوي ميغال بوينو، أهلا وسهلا بك. قرار الاعتراف من قبل الدول الأوروبية الثلاثة الذي شاهدناه اليوم، هل سيضغط أكثر على الاتحاد الأوروبي الدعم الكامل لإسرائيل؟ مساء الخير. حقيقة عندما نتحدث عن الاعتراف بدولة فلسطين أو أي دولة أخرى، يعني هذا الاعتراف هو في نهاية المطاف اختصاص وطني، فنتحدث بطبيعة الحال هنا عن قرارات ذات سيادة أو سيادية من قبل هذه الدول الأوروبية، لكن في الاتحاد الأوروبي كتكاتل أو على المستوى الأوروبي لا يوجد شك بأن الموقف الأوروبي ثابت فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية ضمن الحل المعروف للجميع والمطلوب من المجتمع الدولي اللي هو حل الدولتين بطبيعة الحال. فالآن هناك سعي من قبل هذه الدول، لكن هناك مجموعة أخرى من الدول الأوروبية التي ترى بأن يجب أن يكون هذا الاعتراف ضمن يأتي هذا الاعتراف ضمن عملية سياسية أو مفاوضات بين الطرفين. نعم، اليوم يعني بهذا السياق بظل هذا الاعتراف من قبل الدول الأوروبية الذي طبعا ربما سينسحب على دول أخرى بالفترة القادمة، هل ستتغير المقاربة الأوروبية بالتعاطي مع الدولة الفلسطينية؟ يعني هل سيكون هناك تقارب أكثر؟ أعتقد أن الموقف الأوروبي لم يتغير في هذا الصدد، العكس أعتقد أن الاتحاد الأوروبي كان ولا يزال حقيقة في تالية الجهود لدعم الشعب الفلسطيني المسموع من المستويات، سواء كان المجال الإنساني أو المجال المائي أو المجال السياسي حتى. هذا الاعتراف هو مصدر للضغط، هذا صحيح، يعني ضغط على قادة الأوروبيين الآخرين حقيقة، لأنه نتحدث عن دولة إسبانيا سبيل المثال من أكبر الدول الأوروبية في التكاتل من 27 دولة، هناك 9 دول أوروبية التي تعترف واعترفت من قبل بدولة فلسطين، الآن نتحدث عن 3 دول أخرى، وربما سلوفينيا ستكون من بين الدول التي ستعترف بدولة فلسطين قبل نهاية هذا الشهر. فبالتالي هناك صحيح تحركات دبلوماسية بهذا الاتجاه، ولكن يجب أن يكون هناك إجماع. إذا كنا نتحدث عن موقف واضح هو الموقف حول موضوع حل الدولتين، هذا واضح ولم يتغير حقيقة. اليوم مع يعني ذهاب الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين، هل هذا سيؤثر على موقف الاتحاد الأوروبي كموقف موحد جامع، وبالتالي انشقاق أكثر بالموقف وبطريقة مقاربة القضية الفلسطينية الإسرائيلية؟ هل تتخوفون يعني على المرحلة المقبلة؟
هناك مخاوف حقيقية أعتقد، وهذا واضح من خلال التصريحات التي دل بها تقريبا كل المسؤولين الأوروبيين وعلى رأسهم سايب بوريل الممثل العالي للشؤون الخارجية خلال الشهور الماضية منذ اندلاع هذه الحرب. صحيح أن القضية الفلسطينية والحرب بين حماس وإسرائيل أصبحت أولوية من أو حالينا نقول الأولوية للاتحاد الأوروبي في هذه المنطقة وخارج المنطقة حتى، فبالتالي هناك تحركات دبلوماسية حقيقية وراء الكواليس حتى حول يعني كيفية إحياء هذه العملية، العملية السياسية التي ستؤدي إلى مفاوضات بين الأطراف. يعني الأولوية الآن هي إنهاء هذه الحرب، هذا واضح، إنهاء معناته الفلسطينيين وبالتالي إنهاء الحرب. ولكن يعني هناك الحديث الآن وسنتحدث عن هذا الموضوع في مجلس الوزراء الخارجية بهذا الإطار، بما أن هناك اليوم خوف على الانقسام وعلى وحدة الصف الأوروبي، هل يمكن أن تذهبوا نحو قرار موحد بالاعتراف بدولة فلسطين؟ وهل هذا الاعتراف مشروط بموضوع عدم وجود حماس بمستقبل السلطة وغيره؟ لا، هناك يعني هناك خطوط حمراء والجميع تتفق، كل الدول الأوروبية تتفق على هذه الخطوط الحمراء، واللي هي الأولى أن حماس، حركة حماس اللي هي حركة إرهابية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، لا ينبغي أن تكون جزء من الحل. يعني لا نتحدث عن السلطة الفلسطينية، وبالتالي الآن الحديث هو كيفية دعم السلطة الفلسطينية من خلال كل الأدوات التي لدينا في الاتحاد الأوروبي في المجتمع الدولي من أجل المضي قدما حول موضوع حل دولتين. الآن الأسبوع المقبل سنتحدث مع شركائنا وبالتالي من المنطقة. دعني أوجز لأن الوقت يعني داهمنا لو سمحت. وبالتالي نحن يعني ما قلته يعني بأن اعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين مشروط بعدم وجود أي دور لحماس بالسلطة مستقبلا. لا يعني هذا واضح، لا يمكن أن تكون حركة حماس جزء من مستقبل فلسطين، هذا واضح. الآن الاعتراف بدولة فلسطين يعتمد على قرارات سيادية من قبل هذه الدول، فبموجب القانون الأوروبي وبموجب قانون هذه الدول. شكرا لك من بروكسل المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوي ميغيل بوينو. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة والسعودية اقتربتا جدا من إبرام مجموعة اتفاقيات في مجال الطاقة النووية والتعاون الأمني الدفاعي. وفي حديثه خلال جلسة استماع بمجلس النواب أوضح بلينكن بأن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات قد يتم بعد أسابيع. وأشار بلينكن إلى أن السعودية أكدت أن نجاح الاتفاقيات يتطلب الهدوء في غزة وطريقا نحو دولة فلسطينية. مشاهدينا العالم الليلة مستمر وفيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في رفح وأجلاء أكثر من مليون نازح. وفي ملفات العالم الليلة أيضا، بعد استخدامها لصالح أوكرانيا الكرملين يعتبر تصرف الاتحاد الأوروبي بالأصول الروسية سرقة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعود لمتابعة العالم الليلة. من حيث أعلن وزير خارجية النرويج عزم التزام النرويج باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في حال صدور قرار من المحكمة الجنائية باعتقال الاثنين، فيما اعتبرت أو أعربت فرنسا من جانبها عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية. سيتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته يوآف جالانت التفكير جيداً قبل أن يقررا السفر، خاصة إلى النرويج التي توعدت باعتقالهما فور دخولهما البلاد إذا ما أصدرت محكمة الجنايات مذكرات اعتقال بحقهما. في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، فسنضطر لاعتقالهما إذا أقدما على زيارة البلاد. لم تكتفي أوسلو بهذا الإعلان، بل دعت كل الدول للتصرف وفق قرار المحكمة الجنائية، كما خطت الدولة التي رعت اتفاق السلام الأساسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين خطوة إضافية باعترافها بالدولة الفلسطينية، إلى جانب إسبانيا وأيرلندا.
قررت الحكومة أن تعترف النرويج بدولة فلسطين، وسيدخل اعتراف النرويج حيز التنفيذ في 28 من أيار، وبالتالي ستعتبر النرويج فلسطين دولة مستقلة تتمتع بجميع الحقوق والواجبات التي يترتب عليها ذلك. الموقف الفرنسي من قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان أثار قلق إسرائيل أيضاً، فباريس لم تحذو حذو الولايات المتحدة ولا بريطانيا ولا ألمانيا في رفض القرار، بل دعمت استقلالية محكمة الجنايات وقراراتها، ما يعني أن وجود القادة الإسرائيليين فيها مستقبلاً سيكون مهدداً إن أصدرت محكمة الجنايات مذكرات اعتقال بحقهما. بنجامين نتنياهو، يواف غالانت، يحيى سنوار، محمد ضعيف، إشمعيل هنية. Israel had a right to defend itself against the terrible enemy in Hamas, but it does not have the right to wage an all-out war against the people of Gaza. Now, what the ICC is doing is important for the world. It's to tell leaders all over the world, dictators, people in democratic countries, that if you go to war, you just cannot wage all-out war against civilians. That's what the ICC is doing. That's important. ننتقل مشاهدينا إلى ملف بريطانيا، وتحديدا الإعلان الأخير لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حيث حدد 4 يوليو موعد لإجراء الانتخابات العامة التي ستحدد من سيحكم المملكة المتحدة. وأشار سوناك إلى أنه طلب من الملك تشارلز حل البرلمان البريطاني، ووافق الملك على ذلك بحسب تعبيره. فلنستمع لما قال. الآن حان الوقت لبريطانيا أن تختار مستقبلها وتقرر ما إذا كانت تريد البناء والتقدم أو المخاطرة بالعودة من جديد دون خطة ويقين. لقد تحدثت في وقت سابق اليوم مع الملك لطلب حل البرلمان، وقد وافق الملك على هذا الطلب، وسنجري انتخابات عامة في 4 يوليو. معنا مشاهدينا من لندن مصطفى زارو، مراسل عربية. مصطفى، يعني بآخر رسالة كنت معنا فيها كنت تتحدث على أنه هذا الإعلان أتى مفاجئ، يعني سرعة إجراء الانتخابات. القرار ماذا يعني على المستوى التنفيذي وكل تداعياته اليوم؟ ما يمكن توقعه بعد الإعلان اليوم وهو أنه سيتم حل البرلمان بعد موافقة الملك، ولكن هناك مدة زمنية ستتاح للبرلمان لإنهاء بعض التشريعات، يعني كل التشريعات التي لم تحظى بمصادقة ملكية سيتم إسقاطها، وبالتالي ربما سيتم إعادة فتحها مرة أخرى في الدورة البرلمانية الجديدة بعد الانتخابات العامة في 4 يوليو المقبل. لا نعرف المدة الزمنية أو ما يطلق عليه بوشب، مدة زمنية تعطى للبرلمان لإنهاء كل التشريعات الممكنة ومن ثم يتم المصادقة عليها. أيضا بحسب بعض التصريحات لمسؤولين بريطانيين، ربما هذا الإعلان حقيقة هو مفاجئ، ولكن هناك من تحفظ على هذا الإعلان بشكل مبكر في 4 يوليو، مثلا بالنسبة لوزيرة في الحكومة المحافظة ماكفي، قالت بأن من المبكر، وهذا ربما يشكل نوع من المخاطرة والمقامرة رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي يقول بأن الظروف مناسبة، خصوصا وأن الظروف الاقتصادية تحسنت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وبالتالي ربما هذا شجعه على خوض هذه الانتخابات، وبانتظار أيضا بعض البيانات الإيجابية في وقت لاحق، يعني قبل ربما عقد الانتخابات العامة. مصطفى، يعني بالإشارات أو المؤشرات التي تتحدث عنها اليوم، كل استطلاعات الرأي ترجح فوز حزب العمال وليس المحافظين، وبالتالي اليوم المعارضة ما رأيها، وأيضا حزب المحافظين، هل هناك تخوف فعلا من خسارات الانتخابات؟ حقيقة هناك تخوف من قبل بعض يعني المسؤولين البريطانيين في حزب المحافظين، وكما ذكرت ماكفي، بالإضافة إلى وزير شؤون إيرلندا الشمالية أيضا عبر عن قلقه بهذا التسرع، ولكن يبدو أن ريشي سوناك يريد أن يخوض هذه الانتخابات تحت
تحت الاقتصاد وأيضا الأمن، بالإضافة إلى مسألة محاربة الهجرة غير الشرعية والقوارب التي تنطلق من فرنسا خصوصا، وأننا نتوقع أن تبدأ أولى رحلات إبعاد طالبي اللجوء إلى رواندا ربما بنهاية الشهر المقبل وربما حتى قبل الانتخابات العامة. ربما هناك أيضا مساعي للحكومة أن تتخذ قرار بشكل سريع. نعم. وفق ما تنقلته بعض وسائل الإعلام بأن هناك ترتيبات جارية الآن لترتيب كل الإجراءات اللازمة لتأمين إرسال أول طائرة أو طائرتين على الأقل حتى تكون أمام الملأ، وأيضا حتى لا تشجع من يحاولون المجيء إلى المملكة المتحدة بطرق غير قانونية، وأيضا تشجيع الناس أنه وعد ريشي سوناك قبل سنة بتنفيذ بعض يعني خمسة وعود على الأقل نصفها الآن تم تأمينها، ولكن هناك مشكلة الصحة التي تواجه البلاد. شكرا لك من لندن مصطفى زارو مراسل العربية. قبل أن نستكمل مشاهدينا ملفات العالم الليلة، هذا موجز لأهم وآخر التطورات الأخبارية. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش بدأ توسيع عملياته في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وأجلى أكثر من مليون نازح فلسطيني، وأشارت الهيئة إلى أن عمليات الجيش لم تعد تقتصر على الجزء الشرقي من رفح الذي تعمل فيه 4 ألوية عسكرية، فيما بدأت فرق أخرى في التقدم من غرب معبر رفح على طول محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية إلى 35,709 قتيل، وعدد المصابين إلى 79,990 مصاب. وقالت الوزارة في بيان بأن عدد الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. في روسيا أعلن الكرملين بأن استخدام الاتحاد الأوروبي لإيرادات من الأصول الروسية المجمدة يعد خرقا للمعايير الاقتصادية العالمية، واعتبره استيلاء. جاء ذلك بعدما أقر الاتحاد الأوروبي خطة لتوجيه الأرباح من هذه الأصول لدعم أوكرانيا. هذا واعتبر وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن موسكو لا تزال تعمل على ردها على هذه الخطوة وستراقب تنفيذ الخطوة عن كثب. إلى تطورات الحرب في السودان، حيث أفاد مراسل عربية بتجدد القصف المدفعي المتبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر شمالي دارفور. وبحسب شهود عيان فإن اشتباكات برية وقعت بالمحور الجنوبي الشرقي لمدينة الفاشر، حيث سمع دوي أسلحة ثقيلة مع تصاعد أعمدة الدخان. تأتي هذه التطورات وسط انقطاع تام لشبكات الاتصالات في المدينة. والآن إلى ترامب وفصول انتهاك حظر النشر المتواصل. فالرئيس الأمريكي السابق مشاهدينا والمرشح الجمهوري الحالي للرئاسة ترامب اتهم مرة أخرى بانتهاك أمر حظر النشر المفروض عليه، والذي يمنع من التحدث عن الشهود فيما بات يعرف إعلاميا بقضية شراء الصمت. في التفاصيل، ترامب وأثناء مغادرته محكمة منهاتن في نيويورك أصر أن يترك أثرا كالعادة طبعا، فهاجم أحد المدعين العامين وبدأ أنه ينتقد المدعي العام ماثيو، الذي رغم بأنه لم يذكره طبعا بالاسم. تصريحات اعتبرت انتهاكا جديدا لأمر حظر النشر المفروض على ترامب بمحاكمته الجنائية بحسب مجلة بوليتيكو. مولود طبعا ترامب يقع مرة أخرى بالمحظور، المحظور بأنه لا يدلي تصريحات يهاجم فيها مدعي عام المحكمة بالرغم بما أنه خاضع إلى أمر حظر النشر. لماذا فعل ذلك؟ صحيح صحيح، ترامب هكذا دوما جدالي وفي جعبته الكثير من المفاجآت. وحسب مراقبين فترامب وبالرغم من تغريمه في السابق وتهديده بالسجن سيستمر في سياسة اللامبالاة تجاه أمر حظر النشر. انتقادات ترامب للمدعي العام ماثيو كيلانجلو ضمن أطوار محاكمته بمنهاتن في قضية شراء الصمت ليست الأولى. فترامب هاجم مدعي عام المحكمة الخميس الماضي وزعم أن شخصا رئيسيا من وزارة العدل يدير هذه المحاكمة في إشارة واضحة إلى كيلانجلو دون أن يذكره بالاسم. ترامب أيضا وبعد خروجه من جلسة المحاكمة التي ناقش فيها محاموه والمدعون العامون تعليمات هيئة المحلفين، قال لقد شاهدت للتو شيئا ما يحدث هناك، وعليك أن تنظر إلى الرجل، لقد جاء من واشنطن العاصمة والبيت الأبيض ووزارة العدل وناقش القضية.
كلام ترامب هنا يحمل إشارة واضحة إلى وظيفة المدعي العام السابقة كمسؤول في وزارة العدل، كما زعم ترامب أنه ممثل للبيت الأبيض في المحكمة. القاضي خوان ميرشال اتهم ترامب مؤخرا بانتهاك أمر حظر النشر 9 مرات وغرمه $9,000، وهدده بالسجن إذا انتهك أمر حظر النشر مرة أخرى، لكن يبدو أن لترامب رأيا آخر بانتظار ما سيحكم به ميرشال هذه المرة. مشاهدينا العالم الليلة مستمرة وفيها بعد الفاصل. إعصار قوي يتسبب في أضرار كبيرة بولاية أيوا الأمريكية. وجدت دراسة أجراها خبراء الأرصاد الجوية في جامعة في المملكة المتحدة بأن السماء أصبحت أكثر اضطراباً بنسبة تصل إلى 55% مما كانت عليه قبل 4 عقود بسبب تغيير المناخ. تحذير جاء مشاهدينا على خلفية الحادثة على متن طائرة الخطوط السنغافورية بوينغ التي تعرضت لمطبات هوائية أودت بحياة شخص وجرح آخرين. التعريف الأبسط للمطب الهوائي هي حالة عدم الاستقرار في الهواء أي المحيط بالطائرة أثناء التحليق، ونشير إلى أنها مشاهدينا تسبب القلق للطيارين والمسافرين، إلا أن لا تشكل طبعا خطورة على الطائرة، لذلك يطلب الطيار دائما إبقاء الأحزمة مربوطة طوال الرحلة. أما عن أبرز أنواع تلك المطبات، بما أنه بالآونة الأخيرة كان هناك الكثير من الحوادث، تأتي أولا مطبات الهواء النقي، فيها يتحرك الهواء في تيارات تشبه الأنهار كما نشاهد هنا، وهذه التيارات عبارة عن ممرات هوائية سريعة توجد في الارتفاعات العالية بين مواقع الهواء الدافئ والبارد. هناك أيضا مطبات الهواء الحرارية، وهي نقطة التقاء الهواء البارد مع سطح دافئ، وهنا تتشكل تيارات هواء رأسية، وعندما تمر الطائرة عبر إحدى هذه التيارات أو التيارات الرأسية قد تحدث بعض الاضطرابات التي تنجم عنها. وهناك طبعا المطبات الميكانيكية، هذا النوع تسببه الجبال الراسية أو نطحات السحاب أو أي جسم عالي كما نشاهد بهذا الرسم، طبعا وله كتلة ضخمة قد يتسبب في مثل تلك المطبات. يمكن أن يعد هذا النوع أخطر بقليل من الأنواع السابقة التي ذكرتها بهذا العرض. عندما تطير الطائرة تشكل أجنحة دائما دوامة هوائية لتوليد طاقة الرفع، وعندما تمر الطائرة بمكان هذه المطبات تترك أثر مرور دوامتين، وتستمر تلك الدوامات بالهواء لعدة دقائق بعد مرور الطائرة. مشاهدينا، يبذل مراقبو الحركة الجوية الكثير من الوقت لمنع خصوصا حول المطارات، حيث تطير وتهبط الكثير من الطائرات بنفس الوقت، إلى أنه طبعا مشكلة المطبات الهوائية ستبقى موجودة دائما. والآن مشاهدينا إلى أخبار الطقس مع زميلة لميس إبراهيم. إليك لميس. شكرا ليان، أهلا بكم. إعصار قوي اجتاح بلدة صغيرة بولاية أيوا الأمريكية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات دون تحديد عدد القتلى. الإعصار في بلدة غرينفيلد سبب دمارا كبيرا، حيث سويت منازل بالأرض وسقطت العديد من تربونات الرياح الكبيرة، ودمرت أيضا خطوط الكهرباء في هذه الولاية، حيث تسببت العواصف خلال 24 ساعة الماضية في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 61 ألف عميل في الولاية. وأعلن حاكم أيوا حالة الطوارئ في 15 مقاطعة، فيما أصدرت خدمة الطقس الوطنية تحذيرات من عواصف بمعظم ولايات الغرب الأوسط الأمريكي، وأكدت خدمة الأرصاد الجوية حدوث إعصار واحد على الأقل في ولاية مينيسوتا.
هذا وغمرت موجة من العواصف الشديدة الطرق في أوماها بولاية نبراسكا. الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد والرياح العاتية أدت إلى تقطع السبل بالعديد من السائقين، فيما انقطعت الكهرباء عن الآلاف بسبب العواصف التي حملت رياحا تصل سرعتها إلى 60 ميلا في الساعة. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن العواصف الرعدية الشديدة مع هطول أمطار غزيرة سوف تستمر في الغرب الأوسط حتى الأربعاء. هذا وتسببت الرياح العاتية والبرد والفيضانات المفاجئة في إحداث دمار في جميع أنحاء صربيا، حيث قتلت سيدة نتيجة سقوط شجرة على سيارتها. وغمرت الفيضانات المفاجئة عدة أحياء في جنوب غرب البلاد، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ. وذكرت وسائل إعلام أن تساقط حبات البرد بحجم حبة الجوز ألحقت أضرارا أيضا بالممتلكات والمحاصيل، كما ضربت العواصف البوسنة وكرواتيا. مشاهدينا، في الختام تذكير بأبرز العناوين. مكتب رئيسي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لسقوط مروحية الرئيس، الظروف كانت طبيعية قبل أن نسقط في الوادي. Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. اعترافات أوروبية بدولة فلسطين تغضب إسرائيل، جالانت يلغي قانون فك الارتباط وسموتريتش يقطع أموال السلطة. Adapted to meet every single challenge. بلينكين يقول إن الاتفاقيات مع السعودية ستنجز قريبا، لكن نجاحها يشترط طريقا واضحا نحو دولة فلسطينية. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request. وفي مفاجأة سياسية، ريشي سوناك يحدد يوم الرابع من يوليو موعدا لإجراء انتخابات عامة في بريطانيا. ترامب يقبل التبرعات بالعملات الرقمية ويتعهد بإنهاء عداء بلاده مع هذا القطاع في حال إعادة انتخابه. بعد قليل ألقاكم في الساعة الثانية من العالم ليلة، فتابعونا.